الدكتور الهواري وتقريضه للكتاب، وهو تقريض الكتاب الذي كنت قد كتبته أنا ردا على المبتدئ الضال عبد الحي يوسف بعنوان وقفات مع دكتور عبد الحي يوسف. وهذا الكتاب لما كنت أكتب فيه كنت أظن أن عبد الحي يوسف هو الذي سيعترض ويغضب باعتبار أنه رد عليه، لكن إذا بمجموعة كبيرة جدا من تنظيم جماعة أنصار السنة المحمدية جناح الإصلاح يعترضون على هذا الكتاب اعتراضا كبيرا، لا أقول مجرد الصغار منهم بل حتى كبار شيوخهم وإداريهم إلا من رحم الله يعترضون على مجرد الرد على عبد الحي يوسف. حتى إنني كنت أتساءل هل عبد الحي يوسف الذي يتبع سيد قطب صار من أنصار السنة جناح الإصلاح أم صاروا هم عبد الحي، أم هناك مصالح أو هناك مصالح مشتركة أو تجارة يخشون كسادها أم ماذا؟ ويا ليته كان اعتراضا علميا مبنيا على الأدلة من الكتاب والسنة، أبدا، ويا ليته كان اعتراضا علميا مبنيا على الأدلة من الكتاب والسنة. وأنا أبدأ لك الآن باعتراضاتهم من أعلى تنظيمهم إلى أسفل. الشيخ أبو زيد محمد حمزة، بعد أن خرج كتابي الذي رددت فيه على عبد الحي يوسف وبينت باطله للناس بفضل الله جل وعلا، اتصل بي الشيخ أبو زيد ذات ليلة وقال لي يا ولدي، هكذا يقول من دون أي مقدمات، يا ولدي أنا ما تكلمت فيك وأنا ما قلت فيك حاجة، أنا بقدرك ما تسمع كلام الناس لو قالوا أنا تكلمت فيك. فشكرته على ذلك مع احتفاظي بتعجبي من كلامه الذي لا أدري ما هو سببه. وبعد ذلك بيومين تقريبا خرجت صحيفة المحرر، تلك الصحيفة التي يظهر فيها عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم وقيادات الفكر السروري، خرجت بعدد 276 بتاريخ الاثنين 23 شوال 1433 للهجرة الموافق 10 سبتمبر 2012 للميلاد. وفي الصفحة الأخيرة وعليها صورة عبد الحي وهو يقبل رأس الشيخ أبي زيد، وقد أتى أصحاب صحيفة المحرر بهذه الصورة بعد صدور كتابي في الرد على عبد الحي يوسف مباشرة، وكتبوا على صورتهم الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف يزور فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة مهنئا بالعيد، وحقا هكذا كتبوا، وحقا لا يعرف أقدار الرجال إلا الرجال، ولا يحفظ فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، ليبارك الله جهودهم ويتقبل منهم. وكتبوا أيضا صورة وتعليق عبد الحي يوسف يقبل رأس الشيخ أبو زيد. فاعتذرنا للشيخ أبو زيد آنذاك بأن عبد الحي والسرورية يريدون أن يذهبوا حر الكتاب عليهم ببرد قبلة عبد الحي يوسف، ففعلوا ذلك بالشيخ دون أن يعلم مخططاتهم. كنا نعتذر بهذه الاعتذارات إلى أن خرجت صحيفة المحرر ثانية العدد رقم 281 بتاريخ الاثنين 28 ذو القعدة 1433 للهجرة الموافق 15 أكتوبر 2012 للميلاد، وفي الصفحة السابعة، وفيها حوار كبير في صفحة كاملة مع الشيخ أبي زيد وهو الجزء الأول من الحوار كما كتبوا، وفي نهايته إعلان للجزء الثاني من الحوار مع الشيخ أبي زيد، وكتبوا نقاط الجزء الثاني. وفي النقطة الثانية من الكلام المنسوب للشيخ أبي زيد يقول: مزمل فقيري ليس من علماء الجماعة، وأنكرت عليه مهاجمة الشيخ عبد الحي يوسف، فقلت لو كان كلام الصحيفة خطأ أو كذبا لكذبها الشيخ أبو زيد ببيان أو غيره، أو كذب ذلك تنظيمه على الأقل. ولما لم يحدث ولمزيد من التثبت تابعت العدد الذي بعده من المحرر بتاريخ الاثنين 6 ذو الحجة 1433 الموافق 22 أكتوبر 2012 للميلاد العدد رقم 282، وفي الصفحة السابعة وهو الجزء الثاني من الحوار المشار إليه قال الشيخ أبو زيد نفسه بالحرف: أنا لا أقبل الإساءة للمشايخ والدعاة والولد مزم الفقير ده، هكذا يكتب، أنا ما قبلت كلامه في شيخ عبد الحي يوسف. ثم قال هكذا مكتوب، قال لولده، والقائل هو الشيخ أبو زيد، قال لولدي عبد الملك جيب ورقات الولد ده
الكتف في شيخ عبد الحي يوسف، ثم أردف: قلت لمزمل كلامك عن شيخ عبد الحي يوسف يكذبه الواقع. ثم حكى الشيخ أبو زيد قصصا طويلة إلى أن قال: نحن ما دايرين معارك بين الدعاة، هجوم وهجوم مضاد، ونحن نريد أن نتوحد. ثم قال أيضا: بعدين شيخ عبد الحي ده فتاويه في كل مكان، الشيخ ده بقى مفتي السودان. أي والله. وقال: الشيخ محمد عبد الكريم عنده تلاوة جميلة، وأنا بحب أسمع تلاوته دائما. فألقت على بعض النقاط قائلا: أولا قوله نحن ما دارين معارك بين الدعاة، هل عبد الحي من الدعاة؟ دعاة ماذا؟ هو من دعاة وأئمة أهل البدع والضلال، الخروج على الحكام والثورات إلى غير ذلك. ثم نتوحد مع من؟ مع السرورية، وهم أهل بدع أمثال عبد الحي يوسف وغيره. هذا خلاف الكتاب والسنة وهدي السلف. أما كلامه شيخ عبد الحي ده فتاويه في كل مكان، الشيخ ده بقى مفتي السودان، أي والله، كما قال، هذا نفس كلام الدكتور عبد الكريم ناوي الشيخ أبو زيد الذي قاله لنا للأسف الشديد. وبعد كل هذا ينفي الدكتور الهواري ويقول الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتابه كما تسمع الآن. الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتابه، والكتاب اسم يوسف أنا ما أذكره الآن، لكن أستجانا من قبلها ما سقت للدكتور الهواري اعتراض رئيس تنظيم الإصلاح، والآن أسوق له اعتراض نائب الرئيس مباشرة، وهو الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم المشهور بالشريف. علي سنة دار رئيس المعلم أعضد أبدا ديكون مش مرحبين بصراحة كجامعة رسالة بسوء كده مرحبين، وليس أي تبعات بيتيجي بيتحمل انت وبيتحمل موت المشاهد اللي رسولتنا بين الجمعات. يقول يا اخي نعدين تمام الطريق الصحيح كان يردوا على رئيس هيئه الوطن. والعجيب اننا لم نجد انكارا حتى ولو من واحد فقط من هذا التنظيم لكلام الدكتور عبد الكريم نائب الرئيس الذي مثلهم وشملهم جميعا بهذا الكلام، ونحن ننتظر. وبعد هذا كله يقول الدكتور الهواري الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتابه، يعني كتابنا في الرد عليه. ويقول الدكتور عبد الكريم لي أيضا: أنا دخلت مسجد الفتح فوجدت كتاب وقفات مع عبد الحي يوسف موجود في المسجد، فقلت لدكتور محمد الأمين إسماعيل وهو إمام المسجد: من الذي أتى بهذا الكتاب هنا؟ فقال لي بلهجتي: هو جابوه هنا كمان بالله. وكذلك اعتراض أمين تنظيم الإصلاح وهو الدكتور عصام الدين أحمد ببكر على الكتاب، اعترض اعتراضا شديدا وحاورته حوارا شديدا في مسجد الفتح في منطقة الصحافة، فتعجبت جدا من اعتراضه هذا إلى أن امتلكت رسالته التي نال بها الدكتوراه، فوجدتها بكاملها من أولها إلى آخرها في مدح منظمة المنتدى الإسلامي ومجلة البيان، وانكشف القناع. وبعد هذا كله يقول الدكتور الهواري الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتاب. وأغض الطرف عن شباب تنظيم الإصلاح الذين يمدحون السرورية كما هو موجود وموثق عندنا، ويمدحون الإخوان المسلمين ويقولون هم من أهل السنة وليسوا من الفرق الهالكة، ويقولون العلماء أثنوا على سيد قطب وبعض شبابهم يثني على بن لادن، وهم يسخرون منا ويسوءون إلينا لأننا نرد دائما على عبد الحي يوسف وعلى السرورية الإخوان المسلمين وغيرهم. وأغض الطرف عن تفصيل ذلك وعرضه، وانتقل إلى الدكتور الهواري. صار يتملص هو بنفسه من الكتاب ومن تغريضه له بعبارات ظنها الدكتور أنها ترضي تنظيمه، لا سيما بعدما قال لنا الدكتور عبد الكريم إن عبد الحي يوسف قال له: أنا ما همني كل الذين قرضوا هذا الكتاب ديل، المكتوبين في غلاف الكتاب ديل، إلا الهواري ليه يقرز الكتاب. هكذا نقل الدكتور عبد الكريم عن عبد الحي يوسف، وما أدري ما العلاقة بينهما، وكلامه مسجل. فصار بعد ذلك يتملص الدكتور الهواري تملصا واضحا كما تلاحظ. الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتاب، والكتاب اسم يوسف أنا ما أذكره الآن، لكن أستجانا من قبلها ما تنظر وقوله أيضا. السلام عليكم.
بين امر تقديم المصريات هذه الاوراق. طيب التقرير طبعا انا في كتاب فرض قدرت عليه تغريدات اللي هو كتاب وقفات مع دكتور عبد الحي يوسف اللي ولدنا من زمك ده احنا قربناه حقيقه وانا قريته عده مرات وعندي فيه اشياء كثيره والله ماسكه اسرار ما قد ما اقدر اطلع للناس الا يوترهم يعني لكن حقيقه لما طلعناه او لما كتبنا كنا اردنا ان ننمي ده انا شخصيا ما قصدي ننمي اتجاه وهو انه طالب العلم او الطالب المبتدئ يجمع ويعرض فما صوبه المشايخ نشره بل حتى انا كنت عايز النشر ذاته يرجع لنا فيه الى خالد وهو يعني فقط اكتسب التغريدات بعدين نشر لكن ذاك من رجع ما رجع دي قد تكون مساله ثانيه المهم في الامر كون الطالب يكتب كلام ويعرضه على مشايخه ويقروه ويصححوه ويكتبوا له عليه المسلك ده انا عندي ما في اشكال. عجيب والله كيف يقول الدكتور الهواري في هذا الكتاب ويلمزه ويقول الكتاب ده عنده قصة أنا ما حذكرها الآن لكن إذا احتجنا لبنطلعه ويأتي ويقول عن الكتاب الذي قرره بنفسه وعندي فيه أشياء كثيرة والله ماسكة أسرار قد ما أقدر أطلعه كما قال بلهجته قد ما أقدر أطلعه للناس إلا إذا اضطررنا يعني وهو الذي قرره واعترف الآن أنه قراه عدة مرات كما سمعت الآن أخي المستمع الكريم واعترف الآن أيضا في آخر كلامه أن المشايخ قرأوه وصححوه وكتبوا لي عليه بل قال بفمه أنا المسلك ده أنا ما عندي فيه إشكال. عجيب أمر هذا الدكتور. ثم حصر الدكتور الهواري قصده من التقريض والتعليق الذي علقه بنفسه وهو يتراجع شيئا فشيئا حصره في أنه ما أراد إلا أن ينمي اتجاه الطالب المبتدئ كما قال في الكتابة والعرض. الدكتور قصد من تقريضه أن ينمي فقط أما أنا والله ما قصدت من تأليفي للكتاب أن أنمي قدراتي إنما قصدت أن أرد على المبتدئ عبد الحي يوسف وقصدت أن أبين باطله وبدعته للناس ليحذروه وقصدي من هذا أنه دين وقربة إلى الله تعالى وجهاد في سبيل الله تعالى. ثم لا يفوتني أن أبين كذبة كذبها الدكتور الهواري فقال بل حتى أنا كنت عاوز النشر ذاته يرجع لنا فيه الأخ هذا فهو يعني فقط اكتفى بالتقريضات بعد النشر إلى آخر كلامه وأنا حريص على نقل كلامه بحرفه ونصه. هذا الكلام من الدكتور الهواري كذب فإن الدكتور الهواري الذي يقول هذا الكلام هو نفسه الذي اتصل بي قبل أن يخرج الكتاب من المطبعة وقبل أن ينشر وقال لي أحضر لي 200 نسخة تقريبا لدورته دورة الهواوير وبالفعل بعدما خرج من المطبعة أحضرت له ما طلب وأعطيتها له بنفسي في بيته في منطقة الحتانة وأخذها ووزعها بنفسه وبيده على الطلاب هناك وقد شاهده كل الطلاب واستلموها من يده وهم يشهدون على ذلك فهو أول من نشر هذا الكتاب. فما هو الجديد عندك يا دكتور لتقول هذا الكلام وتتراجع وتلمز الكتاب شيئا فشيئا وتأتي وتقول الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتاب؟